حبيبات قلبي، يسعد لي أوقاتكم وربي يكرمكم، وتحياتي من القلب جد، لأنكم هلأ أنتم مفتاحنا بقناة حكيم لترسيخ أعمالنا والحفاظ عليها لحتى ما تندثر وما تكون رايحة مع الماضي، لأنه كل فنان أرسه الحقيقي أعماله، إن كان ممثل ولا منتج ولا كاتب ولا مدير تصوير ولا أي حدا مشارك بهذه الأعمال يظل مخلد. الفنان بيموت بس أعماله بيموت. أنا كنت سعيد جدا بعمل من أعمالي يلي هو سباق للزواج، بإني أتعاون مع فنان سعودي مميز، الفنان فؤاد بخش. كان ذو أخلاق وكرامة ومتواضع، وإجا من السعودية بكل حب وشاركني بطولة هذا المسلسل يلي لهلأ له جمهوره الخاص. لكن حاولت أتعامل معه بأعمال تانية فقالوا لي رحمة الله. لكن بقدر أقول هذا الفنان الجميل بإلقائه وأدائه حاول قدر المستطاع أنه يحكي سوري. قلت له لا، في سعوديين كتير بيتجوزوا سوريات، ونحن بيقول لك المثل اللي ما أخذ وحدة شامية ما بيعرف يعيش ليش شامية. لذلك نساء الشام محبوبات بكل الوطن العربي، الحمد لله نعمة من رب العالمين. لكن بدي أقول أنه هذا الفنان الجميل المتواضع كان خير فنان أتى من السعودية وتعامل مع مؤسسة حكيم منتج، رحمه الله. ورح أشوف أدواره المميزة، رح أشوف أداءه الجميل ونترحم عليه. ونحن بباب اعترافنا بالجميل لكل فنان شارك معنا بنقول له أهلا وسهلا فيك، والله يرحمك، شاركونا طبعا وربي معكم. السلام عليكم. لأنها ضربتني على أعصابي، قال شو في بيتنا رجل مفروض تستحي على حالها. طيب وغلطت المخلوقة شو صار كتير، هاي لغتنا، وغلطة مثل هيك مفروض ما تعدي بالساهل. الله يرحمهم، كانوا من خيرة رجال التربية، اتخرجت من تحت ديهم أجيال. ما عندك خبر شو صار يا أبو رشيد؟ ما عندك خبر إن الدهنت وكتبت على حالك بيالات لازم تندفع خلال الأيام؟ ما عندك خبر إنه إذا ما كملنا حق الآلات راح نحجز عليهم والمشروع فشل؟ أنا ما بحب السهرات، ما بحب القيل والقال، سهرة مع كتاب عندي بهالدنيا. يا ابني ما تيأس من رحمة ربك، صدقا هلا كنت جايب سيرتك مع ابن جلال. ايه بالخير طبعا، كنت عم قول له اني لازم زورك، راح يتخرب بيتنا يا جلال، عمك ضيع كل المصاري على الزواجة، شايفه آخرة الركض ورا المظاهر الفارغة. الثروة الحقيقية هي تربية الإنسان، بس للأسف ما قدرت أعطيها لابني، ما قدرت أطلع منه إنسان.